إذا متابعينا الأعزاء، رب ضارة نافعة كما عسانا أن نقول، يعني كما شفتوا البداية ديال المباشر، ساعة على انطلاق المقابلة والإنارة ساعة على انطلاق المقابلة كانت الأجواء صانعة الرمال يعني مظلمة السبب يعني في قبل ساعة من انطلاق المقابلة كانت الأجواء مظلمة ملعب صانعة الرمال عند استفسارنا للأمر يعني في بادرة غريبة، يعني اللجنة المكلفة بتسجيل اتحاد طنجة عند تقديم طلب الاستعانة بالملعب، يعني الاستفادة من الملعب، قدموا طلب واحد اللي هو يعني استفادة من الأرضية فقط، ما قدموش طلب استفادة من الأضواء الكاشفة. صراحة يعني طلب جمع آخر، يعني دخول لاعبين أرضية الملعب وخروجهم بسبب أن المسؤولين على الإنارة بملعب سان جيرمان كانوا غير معلومين. فحاليا يعني قبل انطلاق عند قبل يعني إطلاق هذا البث المباشر، فكانت الأجواء جد مظلمة في ملعب سان جيرمان، كنا يعني في انتظار شنو غادي يكون الأمر، يعني واش عايز يوصل المسؤول على الإنارة ملعب سان جيرمان، واش عايز يوصل مباشرة ولا غادي يتأخر. فكما كتشوفوا يعني رب ضارة نافعة، صراحة يعني المباشر ديالنا كان فيه خير صراحة. الأضواء الكاشفة تعطات انطلاقة ديال ملعب سان جيرمان وشعلت، يعني طلب جاء متأخر من طرف مكتب مسير الفريق اتحاد طنجة، ولكن الحمد لله كان هناك تجاوب من طرف مسؤولين على ملعب سان جيرمان تقريبا يعني 20 دقيقة على دخول لاعبين أرضية الملعب وخروج ديالهم، يعني بسبب أن إذا ما كانتش كاينه في الملعب، والسبب هو يعني عدم تقديم طلب استفاده كذلك من الاضواء الكاشفه لملعب سان جيرمان. حدث غريب ولكن الحمد لله، يعني صراحه يعني المباراه تشرف الوقت ديال الموعود والاضواء الكاشفه راه كاينه في الملعب وتشعلت، يعني لحظه حتى هنا انطلاقا لهذا البث المباشر في ملعب سان جيرمان اللي كما كتشوف يعني مستعد حاليا لاطلاق المقابله، ويعني المقابلة ستنطلق على أرضية ملعب سان جيرمان تيتوان وبدون جمهور بسبب منع تنقل الجماهير الطنجاوية عن مدينة تيتوان، وسلطات ديال مدينة تيتوان باش تعطي موافقة لإجراء فريق اتحاد طنجة المقابلة هنا قررت أنه تعطيه موافقة بدون حضور الجماهير الطنجاوية. كما كتشوفوا هذا المكان المخصص لجماهير اتحاد طنجة وملعب سان جيرمان، يعني فارغ بدون جماهير كما كتشوف، يعني الدليل واضح بأن اللاعبين دخلوا باش يبداو الاستعدادات ديالهم المقابلة. ولكن غادروا الأرضية بسبب يعني كان هناك انقطاع ديال الضوء، ما تمش إعلام المسؤول على الإنارة في ملعب سان جيرمان، يعني ما كانش عنده الموافقة وما كانش حاضر حتى في ملعب يعني اتصلوا به لحظة كتابة الطلب، يعني الطلب تكتب يعني لحظة يعني 20 دقيقة لحظة وصول لاعبي اتحاد طنجة تكتب الطلب وتقدم، والمسؤول كان يعني تواصل بسرعة مع هذا الطلب، وكانت كل ما توصلش بسرعة مع الطلب كانت يعني ملعب غادي بقى الإنارة يعني متأخرة فيه. فالحمد لله يعني كما كتشوفوا معنا الأضواء كشيفة تعود لملعب سان جيرمان، والمباراة جرى في الوقت ديال القانوني
نتمنوا يعني في غياب الجمهور نتمنوا تكون مباراة حاسمة إن شاء الله. نتمنوا تكون يعني الحماس واخا ما كاينش في الجماهير في غياب الجماهير، نتمنوا مباراة تكون حاسمة. فكما سبق لي شرت ففريق اتحاد طنجة يعاني في أسفل الترتيب بنقطتين، بينما المشاكل تزداد على فريق اتحاد طنجة اللي هو يعني فريق حاليا يعني كيعرف عدم تواجد اي رئيس للفريق، وتم تاجيل كذلك الجمع العام مره اخرى، والجمع العام غادي يكون غدا في انتظار تقديم طلب ترشيح او رئاسه فريق اتحاد طنجة احد مسؤولين المدينه غدا الجمع العام ديال اتحاد طنجة. فصراحه الوضعيه ديال اتحاد طنجة وضعيه نتاسف عنها ويتاسف عنها، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله الفريق اتحاد طنجة وتشكيل مكتب مسير قادر على مواكبة وإكمال هذا الموسم. ونتمنى فريق اتحاد طنجة يخرج من هذه الدوامة ديال النتائج السلبية. فصراحة احنا في الشمال كشماليين كنتمنى يكون هناك فرق كثيرة تمثل الشمال وكتنافس في بطولات القسم الوطني الأول. إذا متابعينا الأعزاء كما كتشوفوا معنا يعني كان هناك يعني تأخر الأضواء الكاشفة وملعب سنترمل كان بدون أضواء كاشفة، ولكن عند انطلاقة البث المباشر بلاحظت يعني المسؤول على الأضواء الكاشفة في الملعب تواصل وجاوب بسرعة مع الطلب ديال فريق اتحاد طنجة بإجراء مقابلة تحت الأضواء الكاشفة، لأن في الأول ما كانش هناك طلب، كان هناك فقط طلب استغلال الأرضية فقط. اذا كما كتابعوا متابعينا الاعزاء متابعي قناه شوف تي في، عوده الاضواء لملعب سان ياترمن بعد تقديم طلب اجراء مقابله تحت الاضواء الكاشفه. متابعينا الاعزاء كتسنى يعني ساعه على انطلاق المقابله اللي غادي مع فريق اتحاد طنجة اللي كيستضيف ملعب سان ياترمن بن تطوان فريق الاتحاد التورقي ضمن منافسة البطولة الوطنية الاحترافية انوي الجولة 12. نتمنى كل التوفيق للفريقين، نتمنى ان شاء الله تكون مقابلة قوية ويكون هناك فرجة داخل أرضية الملعب، نتمنى التوفيق للجميع.